استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات المهندس رستم مكيجيان مدير عام هيئة موقع المغطس، وذلك في حلقة جديدة بعنوان قداسة الأرض والزمان، حيث تركز الحوار حول معمودية السيد المسيح والرعاية الهاشمية لهذا الموقع ومراحل تطويره خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ما يحتويه المكان من كنائس تاريخية ومكتشفات أثرية. المزيد في هذا الحوار. في البداية كان هناك حديث عن أنه المغطس وين المغطس، شرق المغطس إلى آخره. أنا يعني قبل أن تجيبني على أنه كان جهد يسجل لمجلس أمناء المغطس وبشخص سمو الأمير غازي الذي يعني كلفكم بأن تهيئوا وتنشروا Authentic Baptism Site of Jesus Christ اللي هو الموقع الأصلي الأصيل لمعمودية السيد المسيح. والآن يعني لم يكن هناك، كان في البعض يعني لا يريدون أن يعترفوا، ولكن جاء هذا الاعتراف ومن كل كنائس الدنيا. إيش بتقول في هذا الموضوع حول قضية الاعتراف؟ سيدي أول إشي تعلمنا، إحنا تجاوزناها بس انتصرنا فيها 100%، تجاوزناها يعني، لكن كان ضرورة لأنه بعض الناس ليومنا الحالي آسف أحكيها أنه بتحاربنا، لكن تعلمنا سيدي من كتاب المقدس أنه نبني بيتنا على صخر. تعلمنا، وانت مهندس يعني مهندس مدني أصلا. مهندس مدني. انت بناء يعني ما شاء الله. وانا خلي اضيف على كلمتك ابونا، انا مهندس مدني للصدفة مختص بترانسبورتيشن ديزاين، طرق وجسور الى اخره، لكن حقيقة بقولها اليوم عرفت الطريق الى يوحنا. انت انا محظوظ، انا محظوظ من ناحية اخرى بعتقد انه نبني جسور بين الانسان واللي هي كتير اهم من جسور الحديدية والسسبنشن، هندسة الروح، هندسة الروح. فانا عشان هيك بسمي حالي محظوظ ومبارك من ربنا، بركة من ربنا انه بشتغل بارض الانبياء والرسل والقديسين والتوبة ايضا. يا سلام. فرجوعا لسؤالك المهم جدا، نعم أثبتت وتجاوزنا هذا الموضوع، لكن للتذكير فقط هناك 6 أسس بتأكد موقع عمات سيد المسيح الحقيقي. أولا الكتاب المقدس، ثانيا خريطة الأرض المقدسة في كنيسة سانت جورج بمادبة، أنا بسميها أثمن خريطة فسيفسائية بالعالم أجمع. صحيح. وبشكر جدودنا المادبوية اللي قاموا بهذا العمل متقن ووضعوا عليها الخريطة كملة، أكثر من 150 موقع مذكورين بالكتاب المقدس. نعم. وثالثا كون الموقع المختص موقع مات سيدنا المسيح كان طريق الحج المسيح القديم. نعم. بين القدس غربا وصولا إلى أريحا، وصولنا بيت عنيا عبر الأردن أو بيت عبارة عبر الأردن بعتمد على الإديشن تبع الكتاب المقدس اللي بنقراه، وصولنا لجبل نيبو ومكاور إلى آخره. فالحجاج لما تركوا لنا بتوثيقهم ما شاهدوا بموقع المغطس، وإحنا كنا محظوظين إن زارونا من القرون بدايات من القرن الأول وحتى القرن العشرين. نعم. فشاهدوا أمور تختلف. هلأ بنزور موقع الأسبوع الماضي، بنزوره بعد أسبوعين، نوثق كلام بيختلف. فهذا اللي حصل، هذا كان جدا مفيد لنا. ورابعا كانت المكتشفات الأثرية، ولكن هناك زي ما ذكرت أبونا وحبيبنا الاعترافات الكنسية من كل طوائف العالم. نعم. اعترافات برضو موثقة حسب الكتاب المقدس وأمور أخرى. ولكن هناك أيضا سؤال أنا بتذكر سؤلته من المرحوم البابا شنودة، قال لي رستم أنت تقول هون موقع عمات سيدنا المسيح بس أنا مش شايف نهر الأردن، في عنا إثبات؟ في عنا بروفيسورة من ميزوري يونيفرسيتي اسمها تينا نايمي، بروفيسور بالجيولوجيا والأركيولوجي. نعم.
ذكرت أنه نهر الأردن تباعد عن موقع الحقيقي الأصلي. It meandered away. والسبب في ذلك موقع مات سيدنا المسيح فيه هناك بقايا خمس كنائس فريدة بتصميمها، وذكرت كل واحدة منها بدقة ووصفت من قبل الحجاج اللي زاروا الموقع طريق الحج المسيحي.